تهجين الدياي الحين استوت، صار لها بحدود 45 دقيقة قاعدة تغلي. لا صار لها الآن نص ساعة تقريبا قاعدة تغلي. والله الساعة اللي قبلها كان الماي دافي بس ما كان حار وايد. هيدا ما أدري نسويها الحين ولا لا، احنا ما باقينا حرقتها. اي اشياء قاعدة اعطيك معلقة. زين هذه ممكن نخليها على النار الأصغر ورا هنا. انتبه لتكون حارة. بدك احط لك هاي ورا؟ ايه ونخليها بروح الحين. ممكن نبلش بالاشياء هذه بس لازم نتاكد ان هذه استوت. هذه راح نشيلها نخليها برا بعدين راح نقليها. اوكي اول مره بحط بهالقد كيسات صغار. شوف شلون قاعد يصبغ. اوكي خلينا نخليه قاعد. هلا لما يدوب الثلج بصير عندي ال يصير في لون. مره جربت خليه بالثلاجه يمكن 3 ايام، خيوط الزعفران صارت شفافه الصبغه كلها. لا اي صار ما فيهم لون. 3 ايام مع بالايس كيوبز بالثلاجه بالثلج بالبراد. اي اوكي بينت طعمه المسكي والمزهر معك. اي بس لو نزيد السكر شوي، انا وايد احب السكر يعني لو تحطين كل ال طيب بتعرف شو رح اعمل هلا؟ حزيد على هول شوية سكر. حلو شكلهم طالع. طيبة بس بدها سكر وشوي بس تبرد. ايه لا اكيد هي لما تبرد حيصير طعمتها مختلفة. ما ناخذ قنطرة انا. مرة بتصير طعمتها غير بالمرة. أتوقع إيه السكر يعني بيبين زيادة لما شوي لما تبرد. أكيد غير يعني مختلف بصير. منزينها بالفستق كمان. طيب زين منزينها وفينا كمان منحط عليها أحياناً زهر الليمون. تعرفه اللي هو الباتلز تبع الورد بيعملوه بالصبغه اوكي بيغلوه هيك. بنكون حضرنا الارز بالحليب حطهم هون هيك ليبردوا. هلا الشباب عبال ما تخلصوا تصوير بيكونوا بردوا. ما نحطهم داخل ثلاجه؟ بلا بس لما يبردوا. ف بس تنخلص تصوير غزو بتعملوا عليهم. وين صرنا؟ منشيلها بقى؟ خلينا نشيلها يعني. يلا شيلها. نزيد هذه النار. بسم الله. ما شاء الله كبيرة. بنت عيلة. راح اشيل 3/4 الحشو من الجدر. اوكي ونخلي هذه الكميه. راح نحط فوقها العيش المغسول المنقوع، صار له فتره بس نصفيه من الماي. ناقص ترى بس شويه نزيده من الهيل، في بس شويه هو. نحط العيش ونزيد النار لازم صح، نحمسها شوي ونصب فوقها هذا. اوكي يوم بس نكهه الحشو رائعه رائعه رائعه. نكهة شرقية بامتياز بتحسها. أشياء مالت الكويت هذه. نكهات مالت الكويت. تعرف أنا رحت على الكويت مرتين. بسنة كم؟ ولا مرة أكلت أكل كويتي. هذا لازم تجربينه بالبيوت، بأغلب المطاعم يعني زين لكن أحس يعني من البيت وايد يكون أحلى. هلا عم باكلها من البيت. اطيب شيء. بمطبخي بعد لازم. ايه طبعا. لا بمطبخك بيجي لعندك على البيت وبنصور عندك بالكويت ان شاء الله. مطبخ اللي بالكويت يعني مو هذا. لا لا مطبخك بالكويت، هيدا نحن جاستس هون. زين الحين هذه النار زادت، راح نصب هذا من ينحمس العيش شوي. أوكي. بس لحتى يتشرب طعمة البهارات وبعدين بنضيف عليه المرق. ممكن. لما يغطيه ونزيد الملح عاد. سمنه ما بقى حط سمنه خلص بكفي. لا الحين الديايه لازم تندهن بماي ورد وهيل وزعفران وتنقلب بالزيت. اوكي فانا ما اعرف اقليهم.
انت راح تقلينا. يلا بس بدنا نقصها بالنص صح احمد؟ فينا نقصها بالنص وفينا لا ما نقصها، خليها مثل ما هي اللي تبين. شنو الشيء السهل ان نقصها؟ ايه طبعا اكيد نقصها. يلا احنا ما ادري شلون بالكويت يسوونها يعني كامله، يحطونها كامله بالزيت وتتقلب بالزيت. يا بزيت ديب فراي؟ لا نص بنص بس يعني راح تتقلب داخل وتصير، ما ادري شلون يسوونها. بس نشيل هذا عشان نخليه هنا، يعني راح تنحط نص الزيت يصير نسويها بالغالب يعني بس نسويها بس بالووك، فالزيت يصير يعني تقريبا كذي ونص نص نص لما بتتحمر كامله. يعني بس بتتشقق لما احاول اسويها كامله. الحين راح نصب هذا فوقهم، محر والله تصدقين. صب مرقه الدياي فوق العيش، كمية اتوقع انها كافية. حارة وايد. تعذيب. تعرف نحن بلبنان لما بنعمل رز على الدجاج بنفصفصها للدجاجة، تفللونها كاملة؟ ايه تشيلون كل العظم؟ بنحط الدجاج على الوجه هيك. احنا نحطها كاملة لازم يعني كذي، يعني قاعدة كاملة فوق العيش. هي قاعدة ومتربعة. مثل التركي. اوكي. ما نقصصها لا. هلا اليوم انا غيرت بالقوانين عادي، هلا بس بدي اضطر نجرب كثير. ها هي قطعناها هلا. الزيت صار حار ولا بعد؟ حار بلا صار حار. نقصر النار. اعطيني نابكنز لو سمحت، ترى راح تطشر وايد اول ما نحطها بالزيت. لا ما انا شوف شو راح اعمل، اعطيني بعد بس لا مشكله. انت قلتي بعد اوكي حنحطها هيك. هذا لما يصير في هذه الفتحات نقصر النار ونغطي. أوكي. اقل شيء. اوكي بس بسم الله. بعد ما نزلنا شيء لازم لما ننزل ترى نطلع بالمطبخ. طيب لا حننزل، انا حنزلها وانت حتحط الغطا. انا راح اسوي يعني بس كذي. ايه انه يعني انا ما يحوشني شيء. وانا انت اللي صوبي اللي تحطين. ما حرام انا بسم الله. اوكي الحين الزيت شويه بيبرد فخلاص عادي. انت تنشفينها شوي؟ عم نشفهم حتى ما ينزلوا كثير مي. المي هذا ممكن نصبه هنا الحين. ايه سكر يا احمد سكر. نسكر راح يصير اشياء ثانيه، لازم نقصر على النار اكثر. ما فيك تقصر على النار. بلا قصف على النار. بصير بعدين فيها مي بينزل بقلب ما بتتحمر الدجاجة. والله احنا قاعدين نسوي مكبوس لكن يلا. ما بدنا نحرق يعني. لا لا لحظة نشفها نشفها أحمد. والله خليها كذي خلطيها داخل. خليها روح. لازم هي تصير كذي احنا نسويها كذي. لازم هذا الصوت يكون موجود. انا حطها. لا لا علي 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 بسم الله. حالاتها بالماي اللي فيها. طب يلا عشان.